تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر. الباب الثاني: ليبيا ولاية عثمانية. الدرس الرابع: الأسرة القرملية منذ 1711 حتى 1835 ميلادي. بروز الشريحة القلوغلية وتأسيس الأسرة القرملية. مع استقرار جنود الإنكشارية القادمين إلى الإيالة في بداية العهد العثماني وتعذر عودتهم السريعة نظراً لبعد المسافة، أذن لهم بالزواج، واختلط الكثيرون منهم مع الأهالي بالمصاهرة. ومن هنا ظهرت هذه الشريحة الاجتماعية الجديدة منذ أواخر القرن العاشر هجري، أي 16 ميلادي، لكل من طرابلس وتونس والجزائر. وقد تركز وجودها في المدن والبلدان الساحلية التي استقر بها الآباء، مثل طرابلس والزاوية وجنزور وسوق الجمعة وتاجورة ومثلاتة وزليت ومصراتة وبنغازي ودرنة. وفي أواخر فترة الدايرات المشار إليها سابقاً، أتيح لهؤلاء الجند الذين كانوا عنصراً مؤثراً في الجيش وفئة قريبة من الأهالي أن يشاركوا في الصراع على السلطة وأن يبرز نفوذهم شيئاً فشيئاً، إلى أن تمكن أحد ضباطهم وهو أحمد القرملي من الوصول إلى حكم الإيالة وتأسيس الأسرة القرملية التي أصبحت وراثية شبه مستقلة في إطار الدولة العثمانية، وعنيت بالشأن المحلي والعلاقات الدولية وترسيخ وحدة الإيالة الإدارية والسياسية، وغلب عليها التعريب أخيرا. أحمد باشا القرملي منذ 1711 حتى 1745. يعود أصل القرمليين، وهم من أبرز عائلات القلوغلية، إلى أسرة عثمانية تنسب إلى إقليم قرمان في الأناضول، وهو القسم الآسيوي الذي بدأ فيه ظهور الدولة العثمانية. وقد استوطنت هذه الأسرة مدينة طرابلس في مطلع العهد العثماني، ووصل مصطفى القرملي جد أحمد باشا إلى مرتبة عالية في جيش الإيالة، وتولى ابنه يوسف والد أحمد باشا إدارة ساحل المنشية شرقي المدينة. وقد التحق أحمد القرملي بجيش الإيالة أيضاً، وترقى حتى صار من كبار الضباط فيه، وخلف أباه يوسف في منصبه المذكور. وخلال الصراع الدائري على السلطة في السنوات الأخيرة من العهد العثماني الأول بين كبار الضباط وطوائف الجيش في الإيالة، تمكن أحمد باشا بمساعدة أعوانه من القلوغلية وجموع من الأهالي سنة 1123 هجري، أي 1711 هجري، تمكن من أن يصل إلى الحكم وأن يمسك بزمام الأمور شيئا فشيئا ويقضي على الفتن التي واجهته. غير أن السلطان العثماني لم يمضه على ذلك في أول الأمر، وأرسل خليل باشا واليا من طرفه مؤيدا بفرمان سلطاني على رأس قوة حربية، ولكن سكان الإيالة التفوا حول أحمد القرملي، اضطر خليل باشا إلى النزوح غربا والنزول هناك للاستعانة ببعض الأهالي، غير أن محاولته باءت بالفشل وقتل هناك. وقد تمكن أحمد القرملي من استرضاء السلطان العثماني بواسطة وفد أرسله يطلب إقرار ولايته ويحمل معه الكثير من الهدايا للسلطان وحاشيته. فأرسل السلطان محمد باشا المعروف بجانم خوجة للتحقيق في مقتل خليل باشا والوقوف على حقيقة الأمر ورغبات الأهالي، غير أن أحمد القرملي أحاطه بحفاوة بالغة مع المراقبة الصارمة، وعاد إلى الأستانة محملا بالهدايا. فأصدر السلطان فرمان الولاية لأحمد القرملي ومنح لقب باشا سنة 1714 ميلادي. أهم أعماله: 1- توحيد ليبيا. عمل على ترسيخ الوحدة الإدارية والسياسية بين أطراف الإيالة
التي تضمها ليبيا اليوم، إذ أرسل عدة حملات إلى فزان وغيرها. 2. وضع نواة البحرية الليبية. جدد تأسيس الأسطول البحري الذي تعود بدايات نشاطه إلى العهد العثماني الأول، فأسس داراً لصناعة السفن، وجددت القديمة وأضيف إليها الجديد حتى تكامل الأسطول وحميت به السواحل من خطر السفن الأوروبية المعادية. 3. عني بتأمين طرق طيقة وفي التجارة بين مدن وسط قارة إفريقيا وسواحل إيانا. 4. بنى جامعاً وألحق به مدرسة، ووقف أي حبس عليه بعض المباني للقيام بشؤونه، ويروى أنه بني بموضع الجامع الذي أنشأه عمرو بن العاص رضي الله عنه عند فتح طرابلس، ولا يزال يعرف بجامع أحمد باشا إلى اليوم، وهو أجمل أثر معماري للعهد القرملي بمدينة طرابلس. 5. اهتم برعاية العلماء وإكرامهم، وبرز في عهده العالم محمد بن خليل ابن غلبون، وهو فقيه مؤرخ من مصراتة، درس بالأزهر وكانت له مكانة عالية لدى أحمد باشا القرملي، وقد دعاه إلى وضع كتابه التاريخي المعروف بعنوان التذكار في من ملك طرابلس ومن كان بها من الأخيار، الذي يعد من أهم المصادر التاريخية إلى اليوم في المكتبة الليبية. وفاته: استمر أحمد باشا في الحكم نحو 34 سنة، قام خلالها بأعمال جليلة، وعندما أحس بدنو أجله سعى كي تكون الإيالة لابنه من بعده، فاستصدر من السلطان العثماني أمرا بتوليه أكبر أبنائه الحكم من بعده، وتوفي عام 1745 ودفن بجامعه في طرابلس. محمد باشا القرملي منذ عام 1745 حتى 1754 هو محمد بن أحمد باشا القرملي، تولى الحكم سنة 1745، فقد كان للجهود التي بذلها والده أثر طيب في استقرار البلاد في عهده، فلم تشهد أي ثورات أو فتن داخلية، ولقد سار على نهج أبيه فوجه عنايته إلى الأسطول البحري لأن زاد من صناعة السفن حتى بلغت البحرية في عهده قوة لم يسبق لها مثيل، مما اضطر بعض الدول إلى السعي في عقد المعاهدات والاتفاقيات مع إيالة طرابلس رأساً ودفع الأتاوى السنوية لضمان سلامة سفنها وتجارتها، فقد عقدت إنجلترا على سبيل المثال مع محمد باشا القرملي سنة 1164 هجري أي 1751 ميلادي، عقدت معاهدة تحتوي على 28 مادة، من أهمها: 1. منح السفن الليبية حق تفتيش السفن الإنجليزية في عرض البحر. 2. منح السفن الإنجليزية الإذن بالمتاجرة مع الموانئ الليبية. 3. لا تتعرض سفن إنجلترا وطرابلس لبعضها إذا التقت في البحر، بل يودع بعضهم بعضا باحترام. وقد منح عقد هذه المعاهدات مع الدول الغربية إيالة طرابلس شخصية دولية مستقلة، وجنت منها مكاسب سياسية. وفاته: توفي سنة 1754 بعد أن عهد بالحكم لابنه علي. علي باشا القرملي منذ 1754 حتى 1793 تولى الحكم بعد وفاة أبيه، واستمر حكمه قرابة 39 عاما، ولقد برزت في عهده ظاهرتان أساسيتان هما
1- التوسع في عقد المعاهدات الدولية. 2- محاولة السلطان العثماني التخلص من القرمليين. 1- التوسع في عقد المعاهدات الدولية. إذ استمر الأسطول الليبي في نشاطه في عهد علي باشا، حيث واصل فرض الأتاوى على السفن الأوروبية وتوسع في عقد المعاهدات، كما أعاد التصديق على المعاهدة التي عقدها والده مع إنجلترا، وعقد معاهدة مع البندقية مدينة في إيطاليا عام 1756 تحتوي على 23 مادة، من أهم بنودها 1- توقف السفن الليبية عن اعتراض سفن البندقية في البحر المتوسط. 2- حرية تبادل التجارة بين البلدين. الظاهرة الثانية، محاولة السلطان العثماني التخلص من القرمليين. حكم علي باشا مدة طويلة، وفي أواخر أيامه ساءت حالته الصحية وعجز عن القيام بمهام الدولة وضبط أمورها، فكثرت الفتن والثورات الداخلية، واجتاح البلاد مرض الطاعون الذي فتك بالكثير من السكان، وظهر الخلاف بين أبناء علي باشا، فقتل يوسف أخاه الأكبر حسن القرملي، وشعر علي برغل حاكم الجزائر بارتباك حالة البلاد، فسعى لدى السلطان العثماني للحصول على ولايتها، ورأى السلطان العثماني الفرصة سانحة للتخلص من القرمليين، فأصدر فرماناً بتعيين علي برغل والياً على طرابلس عام 1793، وحاول يوسف القرملي الوقوف في وجه علي برغل، ولكنه فشل في ذلك، فاضطرت الأسرة القرملية إلى الهجرة إلى تونس، حيث أكرمهم واليها حمودة باشا، ولم تطل مدة حكم علي برغل للإيالة، فقد عملت الأسرة القرملية من تونس على عرقلة جهوده. وزين أعوان علي برغل له فكرة الاستيلاء على جزيرة جربة بدعوى أنها كانت تابعة إلى طرابلس، فسير حملة استولت على الجزيرة، مما أثار غضب حمودة باشا حاكم تونس الذي حرك جيشه فأعاد الجزيرة لحكمه، وزحف صحبة القرمليين إلى طرابلس، فهزموا علي برغل الذي فر عبر البحر إلى الحجاز، وهكذا عاد القرمليون إلى طرابلس من جديد. تواريخ وأحداث في الدرس الرابع. أواخر القرن السادس عشر ميلادي، بروز شريحة القلولية وتأسيس الأسرة القرملية. عام 1711، وصول أحمد باشا القرملي للحكم بمساعدة الأهالي. عام 1714، تولي أحمد باشا القرملي ولاية طرابلس بفرمان عثماني. عام 1745، وفاة أحمد باشا القرملي بعد حكم حوالي 34 سنة. منذ 1745 حتى 1754، فترة ولاية محمد باشا القرملي خلفا لوالده. عام 1751، معاهدة طرابلس إنجلترا ودفع الأتاوى السنوية لطرابلس. عام 1754، تولي علي باشا القرملي الحكم قرابة 39 عاما. عام 1756، عقد معاهدة بين طرابلس والبندقية للتبادل التجاري.